منى فتو منوره شبكه تلفزيون الحياه منوره ريد كاربت مطره وبرق ورعد، لكن احنا موجودين والاحداث الفنيه مستمره. طبعا طبعا اكيد احنا موجودين مع الرعد مع الشتاء، هذا الحدث لا ما يمكنش ما نجيبش له. روبرت ريدفورد بالنسبه لك بيمثل ايه؟ ان انت مخصوص جايه له النهارده يوم تكريم. يمثل بالنسبه لي ايقونه السينما العالميه وممثل رائع، وانا كبرت مع الافلام ديال روبرت ريدفورد وكنت كنحلم به كممثل وكرجل انيق وجميل، وانا فرحانه وسعيده انني نتكرم في نفس الدوره اللي تكرم فيها روبرت ريدفورد، هذا شرف ليا. شرف لينا ان انت معانا واحنا مبسوطين بك جدا وبالتكريم نورتي. الله يخليك، انتم اللي منورينا، مرحبا.